اليوم بعطيكم أفضل ألعاب ممكن تشتريها إذا عندك أطفال أو أولاد صغار، ومو شرط هذه الألعاب فقط للأطفال، في أغلبها ألعاب قوية وتنفع للكبار بعد، وإن شاء الله في كل لعبة بقول كم العمر المناسب لها. وما في ألعاب تتعدى 12 سنة، يعني بتلاقي ألعاب 7 أو 10 أو 3 أو 12 وهكذا. وتجنبت الألعاب اللي فيها حرق أعصاب للأطفال مثل مثلاً كوبهيد أو كراش الجزء الرابع. وكل الألعاب اللي بذكرها هي ألعاب أوفلاين، يعني تقدر تلعبها على نفس الجهاز لحالك أو معاك أحد. وللأسف ألعاب نتندو ما بتكون موجودة في القائمة بسبب أن الشركة دائماً تحذف الفيديوهات وتعطي كوبي رايت، على الرغم انها افضل شركة تقدم العاب للاطفال، لكن اذا حطيت العابهم ممكن يحذفوا الفيديو، بالتالي راحت الفائدة او الهدف من الفيديو. معكم ادهم من جيم تك وخلونا نبدأ. واول لعبة معانا كراش سيارات اللي اسمها كراش تيم ريسينج. اللعبة مصنفة الى 3 سنوات ما فوق، وتدعم اللغة العربية دبلجة وترجمة للقوائم والحوارات. فاللعبة ممتعة والتحكم بالسيارة سهل وبسيط، لكن الوصول الى الاحترافية هو اللي صعب، وتقدر تختار مستوى صعوبة السباق بالشيء اللي يتناسب مع مهارات اللي يلعب. ويقدروا يلعبون 4 على نفس الشاشة، والسباق نفسه مسلي جدا ومضحك مع الأسلحة اللي تطلقها على الأعداء علشان تسبقهم. واللعبة فيها أطوار متعددة وحلبات كثيرة ومتنوعة، تقدر تعدل وتزين السيارات بمقابل العملات اللي تجمعها من السباقات. واللعبة متوفرة على بلايستيشن 4 وتشتغل على بلايستيشن 5، وبعد متوفرة على الاكس بوكس والنينتندو سويتش. ثاني لعبة هي التنين سبايرو، واللعبة مناسبة لسبع سنوات وفوق، ومدبلجة ومترجمة للغة العربية. اللعبة تحتوي على الأجزاء الثلاثة لسبايرو كاملة، يعني 3 أجزاء في لعبة واحدة، وكل جزء منفصل على الثاني، تقدر تختار بينهم في بداية اللعبة. وهي لعبة قفز على منصات أو بلاتفورمينج ومغامرات مع رسومات حلوة، تلعب فيها بالتنين المميز سبايرو اللي ينقذ البيض الخاص بالتنانين بعد ما انسرق. واللعبة مقسمة على مراحل، وكل مرحلة تجمع فيها البيض المفقود وتواجه التحديات وتهزم الأعداء إما بنفث النار أو بالاندفاع بالقرون حقت سبايرو. وتقدر في اللعبة أنك تختصر وتجمع فقط الأشياء المطلوبة عشان تفتح زعيم المنطقة وتواجهه، أو تقدر تستكشف اللعبة وتخلصها بنسبة 100%. واللعبة متوفرة على بلايستيشن 4 وتشتغل على بلايستيشن 5، وبعد متوفرة على الاكس بوكس ونينتندو سويتش والبي سي. ثالث لعبة هي راتشت اند كلانك على بلايستيشن 4، مناسبة لعمر 7 سنوات وفوق، واللعبة مدبلجة فقط للغة العربية. هي لعبة قفز على المنصات او بلاتفورمينج، ورسوماتها اقرب لافلام الديزني. في اللعبة بتلعب بشخصية راتشت بالتعاون مع صديقك لينك علشان تحاولوا توقفوا المختل دريك والدكتور نيفيريوس من السيطرة على المجرات. وخلال اللعبة بتتنقل بين كواكب وبيئات مختلفة، وتخلص مهمات الكواكب وتهزم الأعداء اللي فيه عن طريق الاشتباك المباشر باستخدام الأسلحة اللي تشتريها وتفتحها وتطورها مع تقدمك في اللعبة. واللعبة بتقدم لك متعة من ناحية بساطة القصة وتسلية من ناحية اللعب والقتال، ومتوفرة على بلايستيشن 4 وتشتغل على بلايستيشن 5. أيضا في لعبة راشد أند كلانك ريفت أبارت، بعد مناسبة لعمر 7 سنوات وفوق ومدبلجة للغة العربية، وبعد بتقدم لك قصة حلوة واسلوب لعب ممتع مع نفس ابطال اللعبة راتشت اند كلانك، لكن مع اضافة ابطال جدد قابلين للعب وبيواجهون نفس العدو اللدود لراتشت وهو دكتور نيفيريوس. واللعبة متوفرة على بلايستيشن 5 فقط. رابع لعبة هي شاطر او ناك، وهي عبارة عن جزئين ومناسبة لسبع سنوات وفوق. واحد من اجزاء اللعبة يدعم اللغة العربية بشكل كامل. هي لعبة مغامرات وقفز على المنصات، تلعب فيها بشخصية شاطر اللي يقدر يكبر ويصغر حجمه على حسب القطع اللي جمعها من عالم اللعبة، ويتحول بعد الى جليد او حجر على حسب البيئة الموجود فيها، وتواجه الاعداء وتشتبك معاهم وتضرب وتصد وتتفادى وتستخدم القدرات الخاصة للشخصية. وهذه اللعبة خطية، يعني تمشي فيها مع القصة والمراحل الى ان تختمها. اللعبة تعتبر عادية، لكن الحلو فيها انك تقدر تلعب مع احد على نفس الشاشة سواء الجزء الاول او الثاني، لكن الجزء الثاني مسلي اكثر ومصمم للعب الجماعي اكثر. واللعبة متوفرة على بلايستيشن 4 وتشتغل على بلايستيشن 5. خامس لعبة هي ثلاثية اجزاء كراش، مخصصة لسبع سنوات وفوق. طبعا هذه اللعبة فيها الاجزاء الاولى المعروفة لكراش، لكن ابدا ما انصح في الجزء الاول بسبب صعوبته المبالغ فيها، لكن الجزء الثاني والثالث مسليين جدا وممتعين مثل ما تعودنا من لعبة كراش، لكن برسومات اقوى واشكال شخصيات افضل، وبنفس اسلوب اللعب المعتاد تتنقل بين المراحل والمناطق وتواجه الوحوش وتتخطى العقبات وتتقاتل مع الزعماء وتحاول توقف العدو اللدود لكراش اللي هو دكتور نيو كورتكس او المعروف عندنا بابو راس اللي عليه علامة ان. واللعبة متوفرة على بلايستيشن 4 وتشتغل على بلايستيشن 5، وبعد متوفرة على الاكس بوكس والبي سي والنينتندو سويتش. ساك بوي، مناسبة لعمر 7 سنوات وفوق،
وتدعم اللغة العربية دبلجة وترجمة للقوائم والحوارات. وهي لعبة مغامرات تقدر تلعبها مع 4 أشخاص على نفس الشاشة، وبتلعبون في مراحل مختلفة وفي بيئات مختلفة، وكل مرحلة بتقدم لك أشياء مختلفة من تحديات وألغاز وعقبات تعديها ووحوش تقاتلها. لما تخلص المنطقة بتواجه زعيمة. واللعبة جدا ممتعة وفيها أفكار حلوة وقصتها بسيطة ومفهومة ومتوفرة على البلايستيشن 4 و5. سلسلة ألعاب ليجو كاملة، تصنيف ألعابها غالبا 7 سنوات وفوق، وبعض منها يدعم اللغة العربية، و99% من ألعابها تقدر تلعبها مع أحد على نفس الشاشة وتخوضون المغامرات اللي تبونها مع بعض. والحلو أن في كمية كبيرة من ألعاب الليجو تحاكي أفلام نحبها مثل هاري بوتر أو أبطال مارفل أو باتمان وغيرها من الألعاب المنوعة. وسلسلة ألعاب ليجو متوفرة على أغلب المنصات من إكس بوكس وبلاي ستيشن ونتندو وبي سي. كيندم هارتس 3 تنفع 10 سنوات وفوق، تلعب فيها بالبطل سورا مع مرافقي دولاند البطة وغوفي اللي بيسافرون في رحلة إلى عوالم ديزني المختلفة، من حكاية لعبة إلى شركة المرعبين وقراصنة الكاريبي وغيرها من عوالم ديزني مشهورة، مع أسلوب قتال سهل وممتع، لكن القصة أنصحكم تبعدوا عنها شوي لأنها معقدة. واللعبة غير مترجمة للعربي ومتوفرة على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس والبي سي. ميد إيفل مناسبة لـ 12 سنة وفوق، واللعبة مدبلجة ومترجمة للغة العربية. تخوض فيها مغامرة مع السير دانيال فورتس بعالم ميد إيفل المقسم على مراحل أو مناطق، وكل مرحلة بتواجه فيها الأعداء وتحل الألغاز وتجمع الفلوس وتهزم الرؤساء علشان تضمن لك مكان في قاعة الأبطال، وهذا المكان اللي أبطاله يقدموا لك أسلحتهم علشان يساعدونك في هزيمة الساحر زاروك. اللعبة جدا ممتعة ومضحكة وأنصح الكل يعطيها تجربة، ومتوفرة على البلاي ستيشن 4 وتشتغل على البلاي ستيشن 5. كينا بريدج أوف سبيريت لعبة أكشن مغامرات مصنفة لعمر 12 سنة وفوق، بتقدم لك رسومات حلوة مع عالم مفتوح وقصة جيدة. تدور حول مرشدة روحانية اسمها كينا، سافر إلى جزيرة تبحث فيها عن ضريح، لكن لما توصل تلاقي أرواح كثيرة عالقة في هذه القرية وناس كثير فقدوا حياتهم، فهي تقرر تساعدهم علشان توصل لهدفها. واللعبة القتال والتحكم فيها حلو، تضرب وتتفادى وتطلق الأسهم وتستخدم القدرات الخاصة في هزيمة الأعداء، والمخلوقات الصغيرة اللي بتجمعها خلال تجوالك في العالم بتساعدك في القتال والتنقل في عالم اللعبة. بكل بساطة لعبة رائقة وتستحق التجربة، ومتوفرة على البلاي ستيشن 4 و5 والبي سي، وللأسف ما تدعم اللغة العربية. وفي ألعاب أذكرها على السريع مثل كونكريت جيني، مناسبة لعمر 12 سنة ومتوفرة على البلاي ستيشن 4 وتدعم اللغة العربية ترجمة ودبلجة. بنتن باور تريب أو رحلة القوة، مناسبة ل7 سنوات وفوق وتدعم اللغة العربية ترجمة للقوائم والحوارات، ومتوفرة على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس والبي سي ونينتندو سويتش. It Takes Two مناسبة ل12 سنة وفوق، ولازم لاعبين يلعبون هذه اللعبة، يعني ما تقدر تشتريها وتلعبها بالحالك، لازم أحد يلعبها معاك على نفس الشاشة أو أونلاين، ومتوفرة على البلاي ستيشن 4 و5 والإكس بوكس والبي سي. واللعبة ممتعة جدا وفائزة بجائزة لعبة السنة في عام 2021. هذه كانت قائمة الألعاب اللي عندي، وفي بعض الألعاب المشهورة جدا ما ذكرتها مثل ماينكرافت مثلا، لعبة مشهورة وما تحتاج ذكر. واكتبوا لي تحت في التعليقات إيش في ألعاب مناسبة للصغار وما ذكرتها في الفيديو.